بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك. أنا أخذت فيديو عن أسعار الخرفان اللحم مع أبو كمال من نائية ملوك الخرفان، الصلاة على النبي عليك، ما شاء الله عليك أبو كمال ويا الدنيا. عايزين نبدا على الاسعار كده للخرفان 97 9700 بالصلاة على النبي، طلوقة وخر ولحم لحم وطلوقة. كاسر كام؟ جوز. الله أكبر عليك، الله أكبر ما شاء الله. وده خالد 10600 ثقيل ده حاج، 10600 بالصلاة على النبي، الله أكبر الصلاة على النبي. برضه مجاوز ده جوز بالصلاة على النبي عليك. أما ده أربعة، وده أربعة الله أكبر. الحاجة البرديسي دي حاجة الصلاة على النبي، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، المال الطيب. كسر أربعة، اعمله من عمك يا، اعمل الخروف ده من عمك ما شاء الله، الله أكبر. كام يا حاج الحاجة الطيبة دي؟ 13000. يستاهل يا حاج، زين زين 13000 جنيه، اللهم بارك. الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. في عندك عصافير ما شاء الله تبارك الله عندك النهارده، الله اكبر على النوعيات يا حاج. كم ده يا خال؟ 9600 بالصلاة على النبي، دبابة لحم بس 9600، الله اكبر ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك يا حاج ما شاء الله. والابيض ده 11000 طلوقه ده يا حاج، طلوقه 11000 ده ما شاء الله، رقبته الله اكبر، خروف طويل اكيد يا حج ما شاء الله. جايين عند الحج ما شاء الله، الله يسلمك. لا 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 الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كم داخل قلت؟ ب 11 الله اكبر، بس طلوقه ما شاء الله، لا صنعته حلوه ما شاء الله. 11000 جنيه، 11000 اللهم بارك صل على النبي. وده الاسود ما شاء الله، تعبتك انا النهارده معلش. 9000 يا اخي ما شاء الله، الله اكبر حاجه ما شاء الله تبارك الله. لحم وطلوبه، وده اللي جنبه 86، 8600 بالصلاه على الحبيب ما شاء الله تبارك الله. والحته البيضه دي، حته البيضه دي ب 10 الا 200، 10 الا 200، 9800 طلوقه ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. فرش الحج ابو كمال من نائيه من نجاجره، عندهم مال اسبوع كله في الحوش وفي السوق جميع الاسواق، عندهم تخصص خرفان طلوقه وخرفان لحم، الله اكبر. اللي عايز منهم حاجه موجود، رقمهم هيكون على الفيديو. اللهم صل على محمد. هات رقمك يا كمال، كمال هات رقمك يا ولد. الصلاة على النبي، خلص هنا واجي لك. الصلاة على الحبيب قلبك يطيب ما شاء الله، الله اكبر مال طيب. اسواق بلدنا وعلى الفيس محمود عبد الناصر، دي اسعار خرفان الطلوقه اللهم بارك. لك حق علاء ما شاء الله عليك، حط رقم، حط رقم 012 7 70 35 44. ده رقم المعلم علاء بالصلاة على النبي، عندهم خرفان اسبوع كله موجود في الحوش وفي السوق جميع الاسواق، عندهم جميع الامكانيات زي ما انت عايز، اللهم بارك ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الله اكبر، كلها خرفان لحم وخرفان طلوقه، ناس بيبيعوا بذمه وشرف بالعرق بما يرضي الله، ناس الله اكبر مكانهم وسمعتهم معروفه في السوق ومعروفين في النجايره، الله اكبر. قول ناس مستوي بس، قول ابو كمال صح يا حاج؟ حياك الله يا عمي، الله يرزقكم ان شاء الله. ماشي سواء اكمل الفيديو بس، اللهم بارك. كمل الفيديو بالعندي عندي عجبان. السلام عليكم يا كهربان، كم بالصلاة على النبي المال الطيب ده؟ عليهم فلوسهم 16، اللهم بارك. المال زاد يا اخواننا، يقاسمن؟ لا بس الله اكبر، 16000 عليهم 16000 خروفين لباني ولا كسرين؟ ما شاء الله تبارك الله، عليهم 16000 اللهم بارك، مال طيب ومال سمع. 16000 حلوين ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. 18000 مال طيب ومال سمح ما شاء الله، الله يبارك يا عمد، يرزقك ربنا فيهم ان شاء الله. عمده الاخبار كامل ولا دي؟ عمك كامل يا عم سالم
كم الولده؟ 10 كيلو ونص. وينهم هم؟ كلكم؟ واحد اثنين ثلاثة؟ دي وراهن تاعي. دي وراهن تاعي. مش انا باخذ من فرادي دي 10 يعني الكوم ده 25 ونص 25000 25 الكوم ده ثلاث نعيات اثنين وليد وواحد عشر رامت واحده انتايه وكل واحده وراها انتايه اثنين كسرات اربعة يعني الدية والحمراء البيضة دية والحمراء دية كسرات اربعات ودي فرادي مع الفرادي ما شاء الله معك الفرادي مع البلدي الكوم ده هاشم الكوم ده ب 25 دقيقه هاشم هو روح روح انا بدي اتعطى انا انا سيب سيب يا خالد راح اقامك شكرا يا حاج. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. متابعينا الكرام متابعينا الحرمين هنأخذ فيديو إن شاء الله الفيديو الثاني عن أسعار الغنم والماعز من داخل سوق ضراوي الدولي محافظة أسوان مركز ضراو 12/12/2023. نسيت اللي ما اشتركش في القناة يشترك كل متابعنا على الفيس يدوس متابعة. أيوه اي حبيبي صباح صورنا ولا برضو اصور حد احسن منك كم ده يا بطل؟ لا 78 8 70 بالصلاه على النبي بس كتله لحم الله اكبر بصراحه يعني دبابه لحم ولا سنه ولا سنه اللباني الله اكبر 78 الصلاه على النبي عليك الله يرزقك ان شاء الله 78 يا مصري صباح ورضا عامل ايه كم؟ رميزة ولا سنة كام دي 44 ونص الأسعار زادت ها كم دولة رميزتين على 36 36 دولة رميزتين ما شاء الله ودي 4000 خروف كسر جوز 4000 بالصلاة على النبي ودولة انتايا انتهى ب 4000 ودولة على 36 الواحدة ودولة على 44 صلى على النبي عليك يا مصري الله يبارك عايز تقول حاجة لحد انت توصل له رسالة انا عيوني ليك والله ما احرمك من حاجة قول قول انت عايز توصل لمين عايز اوصل لمين ايوه انا مش احرمك والله من حد خرب الدنيا غير اللحظة بتاعنا تزنق اللي زي ده تزنق يبعد عنك على طول كلام دي مصر. اسمك انت؟ جحا لا اسمك اسمك ايه في البطاقة؟ عباس الأطرش ما هم بالصورة برضه بيجيبوها ما تقلقش بالصورة يعني بالصورة بيجيبوها لو حبيت ايه؟ كم دول يا عمده؟ صور من تحت 14000 بالصلاة على الحبيب ما كسرش حاله ما شاء الله لباني الخروفين دول اللهم بارك كم البرقي دي؟ دي جمعاوي دي جمعاوي؟ ب 13400 وراها اثنين؟ ذكر انت دقيقة نصورها كده الجمعاوي دي بالصلاة على النبي بسبب التشوير كما راحت الدنيا الكهرباء وين راحت؟ لسه نازل جديد السوق ده دول بكام دي عمده؟ 13400 وراها ذكر وانتايه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك معاه الفرادي جمعاوي بين البرقي بين السوداني والبرقي او مصر وفلسطين لا يا حاج وين عاد؟ الله يعينهم دكم عاد ربك بفضل الناس على ناس ممدوح تعالى ممدوح ما شاء الله تبارك الله اللهم وين ممدوح يا اولاد؟ ازيك يا ممدوح؟ اخبارك؟ ما شاء الله يا برضه خبر اللي سويته عليه مواهب انت نزلتها في النت فخريه مين فين؟